يسأل عن تفسير قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. الله جل وعلا فوق عرشه، فوق مخلوقاته، وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى. إذا دعوه فإنه يسمع دعاءهم ويراهم ويعلم أحوالهم. وأوصي السائل أنه يرجع في تفسير هذه الآيات إلى شرح العقيدة الواسطية، شرح العقيدة الواسطية، وهو كثير وموجود والحمد لله. نعم.